الحقيقه ايه، انا مش مستني سي في ليكي، انا عارفك كويس قوي. بس انت سبتيهم ليه؟ لا مش انا سبتهم، هما اللي مشوني. يا سلام، بروديوسر برنامج يومي وناجح ويمشوكي كده بالسهوله دي؟ شريف انت بتتكلم كانك مش عارف حاجه، انت عارف كويس جدا ان سياسه القناه اتغيرت والاونر اتغير، وطبعا جاب توجيهات جديده انا اختلفت معاهم فيها فاتخانقت فمشوني. والله البلد كلها بقت حالها كده. بقول لك ايه؟ ايه للاسف انا ما عنديش ولا برنامج سياسي فاضي ملوش بروديوسر، بس عندي برنامج واحد بس اجتماعي اسمه قعده ستات. ما اظنش ان هو هيناسبك، لان اللي بيشتغل سياسه ديلي ما بيعرفش يشتغل النوع ده من البرامج. طيب ما انا ما بقولش ان انا عايز اعمل برنامج سياسه بحت، يعني احنا ممكن تكون في فقره سياسيه، يعني ممكن نعمل سيجمنت جوه البرنامج. يعني فكره، بس مين اللي هيقدمها؟ اكيد راجل طبعا. ايوه، مين يعني اللي موجود على الساحه دلوقتي ينفع يقدم حاجه زي كده؟ استني استني استني، كل الناس قالوا لي اتفرج على قعده الحلقه دي. لا هو انت واضح انك مش هتتلم الا لو قمت ضربتك بالجزمه. اتلم ايه يا استاذي انت يا حبي؟ ممكن نهدى شويه، نهدى شويه. حبي ايه الراجل المنسون ده؟ ايه حبي اللي انت بتقولها دي؟ انت بتقول ايه دي؟ اخلاق سفره دي؟ اخلاق سفره؟ انا دلوقتي مش سفير، انا سافر مع عمالك السفر. فعلا زي ما بتقول. اه زي ما بقول سافر عشان حبك السفر. حبي تاني؟ انا حاسس ان انا مش لو سمحت لو سمحت انا هوريك يا حضرة السفير لو سمحت. هات بس هديك عشان مالهاش ذنب. توريني توريني ايه؟ انا هوريك بقول ايه؟ الراجل ده فظيع جدا، مصدوم موت. انت مش عارف انا مين؟ انزل بصيني ده مجنون، بس تخيل الناس بتحبه رغم انه بيطلع قليل جدا. طب ايه رايك ان هو اللي يقدم البرنامج؟ انسي، انتوا مش عايزينه؟ احنا عرضنا عليه قبل كده بس هو رفض، ده بيجي ضيف العافيه. ايوه بس دي تبقى خبطه جامده جدا. طب ما تديني فرصه ان انا احاول اقابله واقنعه. طب بصي يا ايه، انا هعمل معاكي ديل. لو قدرتي تجيبي الراجل ده وتشغليه معانا في البرنامج ده يبقى البرنامج ده ملكك وبتاعك. ايه رايك؟ تمام. لا مش تمام. ليه؟ لانك مش هتعرفي تجيبيه. الراجل ده ما بيرضاش يجي وما بيرضاش يشتغل مع حد، واحنا عرضنا عليه قبل كده كذا مره ورفض، وكان برنامج سياسي اسبوعي، فما بالك بقى لو جاي برنامج اجتماعي نسائي يومي؟ مستحيل. شريف هقول لك كلمه واحده بس، انتوا حاجه وانا حاجه. ماشي، قدامك اسبوع. لا اسبوع ايه؟ انت بتقول لي صعب. مفيش غير اسبوع عشان عايز اطلع هوا بسرعه.